الآن تغطية خاصة على موقع صدى البلد. أهلا بكم في تغطية جديدة على موقع صدى البلد، هنوضح فيها تفاصيل البروتوكول اللي وقعته وزارة الأوقاف بشأن ما كانت صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيا بعد حظر جميع التبرعات أو المساعدات النقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد. وزارة الأوقاف وقعت بروتوكول تعاون مع بنك مصر وشركة فوري بشأن ما كانت صناديق الزكاة والتبرعات بالمساجد وتحصيلها إلكترونيا، وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال توقيع البروتوكول إنهم بيعملوا على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية من خلال أحدث نظم الحوكمة، واللي صدر تماشيا مع توجيهات الدولة في تحقيق الشفافية المالية وتنظيم عمليات التبرعات العينية والنقدية ووضع إطار حاكم ومنظم لجميع التعاملات المالية حفاظا على تلك الأموال وضمان وصولها لمصاريفها المختلفة بشكل سليم. ويأتي هذا البروتوكول في إطار حرص توفير أداة التحصيل الإلكتروني الآمن، وهيكون من خلال توفير ماكينات نقاط البيع واللي هتمكن المواطنين اللي عاوزين يتبرعوا أو يدفعوا زكاة المال من استخدام البطاقات البنكية لقيام بذلك. وتم عمل كيو آر كود لكل مسجد حتى يتمكن التبرع من خلال المحافظ الإلكترونية في كل المساجد التابعة للوزارة بجميع أنحاء الجمهورية مع خدمة الدفع من خلال الكود التعريفي للمسجد عن طريق شبكة فوري المنتشرة في جميع المحافظات. وبعد توقيع هذا البروتوكول لتوفير خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR كود لخدمة السحب والإيداع لتمكين الأفراد من التحويل النقدي للأموال، وذلك لدعم جهود التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة سهلة ومتطورة. وأكد الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس مجلس إدارة مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه بالقاهرة إن ما قام به الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من توقيع هذا البروتوكول يعد نقلة تصحيحية لتنقية السمعة فيما يتعلق بالتبرعات للجهات الدينية، وقدم له الشكر على جهوده، وأكد أن هذا التحول فيه من الشفافية التي يسعى كل شريف إلى دعمها ورعايتها رعاية كاملة، وفي نفس الوقت يكشف من يتبرع ابتغاء وجه الله للدين والمجتمع والتكافل الإنساني، فهو فكرة وطنية واجتماعية ودينية علينا دعمه ورعايته، ونتمنى مراعاته لتعميق فكرته وإقناع الناس به ليكون حقيقة جديدة وفكرة مستقرة في حياة الناس. ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار حرص وزارة الأوقاف وبنك مصر وشركة فوري على دعم التحول اللانقدي للمجتمع وإتمام كل المعاملات المصرفية بسهولة ويسر، خاصة في ظل تفضيل الأفراد للتباعد الاجتماعي واستخدام الخدمات الإلكترونية كبديل آمن في ظل الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا. وبكده تكون انتهت تغطيتنا، شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.